أريير بلان. أي خلفون. قانون جديد وهذا القانون مرة هذه مش مبادرة متاع النواب ولكن مبادرة من قبل رئيس الجمهورية، مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي. تعرف عندنا مشكل كبير ياسر في التعاملات المالية، خنفسروا شو معنى إقصاء المالي. معنى عنا ناس خارج السيركوي، خارج السيركوي أوفيسيال، ما عندوش كونت بونكير، ما عندوش كونت بونكير، ما عندوش كيفاش يخبي فلوسه في الجرائي، يدور بالفلوس في الجرائي كما قلت، يحب ياخو قروض، يحب يتعامل بنكيا بنكابل، يقول لك اي ما عندوش امكانيه يجي حل، يقولوا له لا ما تنجمش، ما تحلش، يلزمك خدمه وتكون مترسم باش تاخذ قرض. المؤسسات الصغرى زاد عندها مشكل كبير ياسر في علاقه بالتمويل. القانون يمنع انك تهز اكثر من 3 ملايين مثلا، سبيس ممنوع عليك، سبيس شفناهم كثير من اللي بيعوا في البقر التجار نتاع الحيوانات، يعني شنو هي فلسفه هذا القانون اللي معناها مشى لمجلس الوزراء وماشي لمجلس نواب الشعب. قلنا نشوفوا اخر معطيات في علاقه بهذا القانون والفلسفة العامة امتاعه وانعكاساته على الاقتصاد مع سيد عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب. أستاذ عبد الجليل الهاني شكرا لك على تلبية دعوتنا. يا عبد الجليل وضح لنا شنو يقول هالقانون هدايا. صباح النور، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة جوهر أفهم. إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة. شكرا سي حاتم وسي خليفة، إن شاء الله نهاركم طيب. المشروع هذا هو مشروع قانون جاء من رئاسة الجمهورية وكانت هي الجهة المبادرة به على طريق وزارة المالية. هذا يسعى لمكافحة الإقصاء المالي أو ما يعبر عنه بدعم الإدماج المالي للفئات الهشة والضعيفة. وهذا جاء بعد ما وقعت دراسة تقييمية للقانون اللي صدر عام 2011 بمرسوم عدد 117 اللي حاول يدمج الفئات الهشة والفئات ذات الإعاقات اللي تحمل إعاقة والفئات اللي تحمل شهيد في مجالات مهنية وحرفية صغيرة من تمكينهم من الولوج إلى التمويل من المؤسسات الصغرى. وانشأ على اثر ذلك وتم سن اطار قانون للشيء هذا والتنظيمه، وقع اصدار المرسوم اللي نظم عمليه خلق وبعث المؤسسات التمويل الصغير اللي تهتم بالتمويلات الصغرى للفئات الهشه اللي في المجتمع واللي ما كانتش قادره على الولوج الى البنوك والى مؤسسات تمويل لاخذ قروض لاحداث مشاريع صغيره او لبعث ما هو يمكن أن يدعم حياتهم ويوفر لهم مدخل مالي محترم. إذا ما فماش جديد في القانون، إذا كنت تقول لي القانون يدعمك الآلية متاع القروض الصغرى واللي قاعدة موجودة الآن عند بعض عدة ناس مختصة فيها، هل الولوج إلى البنك والقروض البنكية للفئات هذية القانون هذية باش يفسح لهم المجال، فما جديد في خصوص هذا ولا لا استاذ عبد الجليل؟ لا جدا، انا سي حاتم قلت لك اللي وقع التقييم للعمليه هذه سنه 2018 وقعت عمليه تقييم للمشروع وقفوا على عديد النقائص اللي يلزم تتدارك، وهذاك عليه جاء المرسوم هذا، جاء المشروع القانون هذا هو لمزيد دعم الادماج المالي، وعنده يمكن في 6 محاور يتلخص دعم منهم دعم التمويل الرقمي وتطوير الدفع عبر الهاتف الجوال. باهي برشا، الفئات هذه تدفع بالهاتف الجوال، دعم التأمين الصغير خاطر فما برشا تو مؤسسات تأمين ما تحبش تأمن المشاريع هذه لأنها ما عندهاش الضمانات الكافية. توسيع مجال تدخل زاد حتى الشركات هذه نتاع المؤسسات الصغرى، مؤسسات التمويل الصغرى، وتمكينها في مجال باش تدخل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وكذلك ثم حاجه سميوها اليوم في القانون هذا هو تطوير التثقيف المالي، يعني هناك توعيه ماليه وادماج مجموعه شبكات الاتصالات باش تكون هي زاد تدخل في الاستراتيجيه هذه نتاع الادماج المالي، واعطى كذلك صلاحيات اكبر للمؤسسات الماليه هذه، منها دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات الماليه، تعزيز دور السلطه الرقابيه للقطاع المالي والقطاع البنكي، دعم حمايه مستهلكي الخدمات الماليه، وترشيد التداول نقدا وعدم النفاذ الى خدمات الدفع. وهذا هو المحور الرابع اللي شفته مهم جدا، وهو في حاله في فصل من الفصول يقول في حاله كون الدوله تعمل برنامج لتغيير العمله
العمله اللي باش ترجع للبنك سنترال من يقف التداول فيها تعويضها لن يكون نقدا لفائده المعاوضين، سيكون عن طريق وضعها في حسابات بنكيه. ما مدلهالوش ما بدلهالوش، يمد اسباس رجعها له اسباس تمشي للكونت كورون. نختم معك خليفه 30 ثانيه مازالت. هذا هو السيد النائب، انا يبدو لي انه المشروع بحسب ما شفت المحللين باش يبدا يقضي تدريجيا على امكانيه التداول المالي، باش نوليو كيما الدول الكل بالارقام بالمعاملات بالهاتف الجوال بالكارت نخلصوا، يعني ثم مشكل خاصه الفئه الضعيفه هذه اللي هي مهمشه. انا كي نجي نخرج معناها نعمل كونت يقول لك لا يلزمك عندك وظيفه عندك خدمه، هل ولا مسموح ليه اي مواطن يحل الحساب الجال؟ نعم هذا ما هو مسموح فتح الحساب، وهالدولة ستتكفل بذلك، معناه ستكون معناها مراقبة من البنك المركزي على البنوك التي ترفض معناها فتح مثل هذه الحسابات. نعم هذا ربي في في 10 ثواني الاقتصاد الموازي اللي عاملين في الاقتصاد الموازي بامكانهم انهم يدخلوا تدريجيا في هذه المنظومة، والا لا باش يشملهم القانون القديم وفما قانون جديد يقولوا لي قاعد يتحضر. لا في هذا القانون لم يأتي الحديث على الاقتصاد الموازي. شكرا لحضرتك نورتنا، يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات. النائب مسنوه بشعب، رئيس نائب رئيس لجنه الماليه والميزانيه عبد الجليل الهاني.